مشروعي بيكون مشتل للزهور والورود يعني بشكل عام. أشكر البرنامج السعودي لدعمها هذه المشاريع وتمكين المرأة من يعني من تنمية أفكارها والاعتماد على نفسها خصوصا في الوضع الراهن. وأنا بحاجة يعني لبيت زجاجي لحماية الزهور اللي يعني ما تنموش في هذه الأجواء الحامية. بيكون مشروعي ناجح لأنه ما فيش منافسين. نزلت نزول ميداني في محافظة مأرب وما لقيتش أي منافسين في هذا المشروع. بظن أن مشروعي بيكون ناجح وبيكون مستمر إن شاء الله.